إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. زدت صلاة وتسليما عليك يا رسول الله. آيات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بسرس الليان. ندعو له يا رب دائما بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ولله ملك
السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل الذين
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Oh,
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا وكفّ
فاغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فاستجاب لهم ربهم
فإني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لك
لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا
يا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان من أرض الإسلام عشنا خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمدينة سرسليان. وكان معكم وبتوفيق من عند الله أحدث مكبرات صوت وضوء والتي توجد دائما من إدارة حازم الأسوي في سرسليان بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى وقصر من قصور الضيافة المتنقلة إدارة المتوكل على الله عاطف الصعيدي بالحامول. أيها السادة المعزين شكر الله سعيكم وللفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.